محمد عايزين القانون بأمانة ربنا الجمال ده كله يموتوه كبيرة تطور لنا على حاجة تشوف هما ظلموه ليه؟ هما ظلموه وخانوه ليه؟ والنبي لو ضربها كل يوم لو ضربها كل يوم ما كانش عملوا عمل فيهم ايه لما يظلموه الظلم ده كله؟ يبهدلوه ليه؟ يدغدغوا دماغه ليه؟ احنا عايزين حق محمد مساء الخير على متابعي موقع الجمهور من كل مكان، معاكم شيماء الفراعي من داخل محافظة دمياط. لايف جديد، حادثة مأساوية. الشاب محمد عبد السلام المشهور بعسلية تم قتله على يد زوجته وعلى يد أشقاء زوجته وأهلها. الحقيقة حادثة مأساوية في قرية الأربعين التابعة لكفر الغاب التابع لمحافظة دمياط. شاب في مقتبل العمر تم قتله بطريقة وحشية على يد زوجته وعلى يد أشقائها. يعني الحقيقة حادثة في قمة المأساة يا جماعة. شاب قتل بدون ذنب. احنا مع اهله النهاردة. حضرتك تبقى عمته؟ ايوه حبيبي. قولي لي حصل ايه؟ اللي بقول لها انك شفتش على الواد ليه؟ شيل من تحت المروحة، هو ده اللي حصل. ما ضربهاش مرة وهنهي. ما بهدلهاش، ما سرحهاش القطار. تمام. تعمل فيه الاعمال ده هي؟ طيب هي بعد ما قال لها كده هي استدعت باشقائها وكده؟ جابت قرايبها. قرايبها. جابت قرايبها قالت لهم موتوه، بقى يموتوا فين؟ خبطوه على دماغه بالسكاكين وبالعطيان وبقى يضربوه بالرجل. ابوه الكلام ده حصل في شقته؟ بعد ما وقع وداس عليه برجله وعلى بطنه. ليه الظلم ده؟ عشان ايه؟ ما قدهمش عشان ايه يعملوا فيه كده؟ هو عمل ايه؟ ايه اللي هو عمل؟ مكفتني يا ما في بيوت بتتشاغل واهلهم انتوا كلوا ليه يا جماعه شباب بهدلوها؟ ليه شباب بهدلوها ليه؟ احنا سمعنا ان كانت خالته اللي هي اللي مربياه كانت معاه في الشقه. ضربوها هنيهم. ضربوها من يوم الخميس. ده بتتمشى بتتعزق. ضربوها. ده هم يا حبيبتي ضربوها. وراحت خبطت في ابوها. حضرتك بتبقى له ايه؟ انا اتفضلي. هي خالتي. امه متوفيه من 3 سنين والحاجه الكبيره ديتي عايز اقول كلمتين بس بعد اذنك. تمام اتفضل يا حاج. اتفضل يا حبيبي. انا واحد من جيران الناس، هو ابني معزه ابني كويس انسان كويس ومحترم ما فيش بعد كده. دلوقتي الحاجه اللي انا بقولها انا ما يهمنيش حبس الناس دي، هو ابني معزه ابني حبسهم ما يفيدنيش. حبس الناس دي ما يفيدنيش. ليه يتعمل فيه كده؟ ايه الذنب اللي هو عمله يتعمل فيه كده؟ حد يقول لي اي حاجه ابقى ايه السبب اللي يعمل فيه كده؟ يعملوا كده ليه؟ الناس ده حبسهم ما يفيدناش. حبسهم ما يفيدناش. احنا عايزين القصاص. الحبس مش هيفيدنا في حاجه، احنا عايزين القصاص. احنا عايزينهم يبعدوا زي ما هو مات هم يموتوا. اللي عمل فيه كده يموت. محمد يجي. حق محمد مش احنا لازم هم ماتوا. هنستفادوا من حبسهم. هنستفاد منهم من الحبسين مش مستفادين حاجه. هيتحبسوا هيطلعوا. لا يموتوا زي يشنقوا زي يموت. طيب احنا برضو معانا والد محمد ضحية قتل زوجته واخواتها. يعني البقاء لله يا حاج، ربنا يصبرك ويرحمه ويكون يعني بالجنة بإذن الله وبنعيمها. عايزة من حضرتك تشرح لي ايه اللي حصل. ايه خالته في الرسالة الاول فده مطار ايه خالته. بتفضل انت يا حاج. السؤال وليته انا عايز قصاص العادل، عايز حق ابني عشان شويه اختلافات بين وبين مراته عشان عيل صغير. عايز مثلا سيب لها فلوس تكشف عليه، جاء من شغله لقاها مشغله المروحه عليه. فقال لي كده يا بنتي؟ قالت له ما اعرفش انام في الحر اللي بالمروحه. طب كده غلط على العيل، شويه مناقشات بينهم وبين بعض. فطبعا اتصلت على اخواتها وعلى ابوها مدبرين الخطه له. الكلام ده كان يوم الجمعه والناس بتصلي والناس قافله محلاتها عاملينها يعني مرتبين الخطه يعني هم مرتبين الخطه فجابت اخواتها وجابت ابوها واعتدوا عليه بالشومه. هو لسه بيفتح البوابه فاخوات اخاه رفع شومه، جاب شومه معاه وعلى ابنه. وبعد ما خبطوا بالشومه قام راجع جاب المطوه الغريزه بابنه. فابني اتعرض للخطر. وهي المدبره الوحيده اللي قتل ابني اللي هي مراته، وهي اللي جابت اخواتها وجابت ابوها. وطبعا انا على ما رحت كان ابن الاسعاف خده
ورحت لقيته بينزف دم من مناخيره ومن ودانه ودماغه دي من الجيش. فالدكاترة قالوا لي الامل مفقود في ابني. ما رضيتش اقول لاخواتي طبعا عشان ما اعملهمش قلق. ففعلا كان حالي في الليله الثانيه ابني توفى في العياده. طيب هو ايه اللي حصل لاخويا حاج؟ احنا سمعنا برضو انه اتصاب معاه يدافع عنه. اخوه الخبر جالنا هنا وطلع يجري يحجز عن اخوه، فاستلقوه هو واثنين زمايله محمود وولاده الاثنين والعصابه اللي معاه. نزلوا على رضا واخد 23 غرزه في دماغه، واحد منهم راح يطلع مطوه كمان وكمل عليه غرزه في دماغه عشان يبقوا الاثنين ضحيه. فواحده الله يصلح حالها هناك يعني شايفه نفسها شويه جامده، نطرت السكينه من ايد الولد. يعني هو كان جاي يكمل على خوف دماغه. ايوه الاثنين الست يعني مرات ابني عايزه تقضي على الاثنين. طب هو الطعن اللي كان لمحمد كان فين؟ في الدماغ وفين؟ مطعون في دماغه. كم طعن يا حاج في دماغه؟ في دماغه مضروب بالمطوه في دماغه، اول خبطه بالشومه في دماغه دي اللي قضت عليه. دي اول خبطه. اول خبطه نزل اغمى، ما اعرفش والله نزل اغمى عليه. لما اغمى عليه ما استكفوش، دوروا التلبيس في دماغه. الجمجمه الضربه والشروخات والضمه في الجمجمه دي الاشعاعات بتاعت العياده. الجمجمه الاشعاعات بتاعت العياده. بس انا فاني بطالب يعني بحق محمد ابني، بطالب من السيد الرئيس، بطالب من يعني من الدوله بالعدل وبالاختصاص، وعايز حق ابني وما خدتلوش عزل ومش هاخد له عزل الا بحق ابني ايه. ومرات ابني في الحجز وما كلهم مقبور عليهم، فانا سمعت ان هي هتطلع النهارده. ان طلعت هي من الحجز الدنيا هتولع في بعضها، البلد مش ساكته اصلا. استنوا الحته دي. هو محمد عنده كام طفل؟ محمد عنده اربع اطفال، ما استنزرت ثلاث بنات وولد لسه رضيع. البنت الكبيره عندها 9 سنين. يعني ما عملتش حساب لاولادها، ما عملتش في عيال بنها وبنتها. طبعا من ناحيه العيشه ما كلمتش عن عيشتها. احنا عندنا ما بنسرحش حد عمرها لما طلعت من البيت ولا سرحت غيط ومش ناقصها اي حاجه، وقاعده في شقه لوحدها. واعتدى على الولايه المسنه ابوها اعتدى على الولايه المسنه اللي هي مربياه وقاعده معاه في البيت. يعني اعتدت برضو على خالته اللي هي كانت مربياه. اعتدى على خالته ضاربها 3-4 أيام. محمود افندي ابو الست ساره اللي هي المدبره الكبيره اللي قتل ابني، معلش تنفع مربيه لاولادها اللي يعني هي انا الوقت هي اما اولادها يكبروا هتقول لهم انا قتلت ابوكوا؟ هي اساسا معلش تنفع مربيه لاولادها اساسا. لا طبعا معلش ممكن تقتل ولادها. تخطط وتدبر وتنفذ دي وهي المدبره وهي المخططه، وجابت ابوها وجابت اخواتها خلصوا على ابني وعايزين يخلصوا على الثاني، وفعلا الثاني كان هيموت. بس ربنا سبحانه وتعالى حب ان هو يسيب لي واحد من الاثنين. طيب انت برضو بيقولوا ان انت كنت شاهد عيان استقبلته في المستشفى تقريبا او شفته. محمد اخويا وصاحبي وعشرة عمري كبيرة، محمد طول عمره متربي معانا هنا. محمد طبعا اتجوز وقعد في بيته اللي هناك اللي في الوسطاني، ودي بيته برضو جدا لنا. محمد لما جالنا ان هو اتضرب واتعور رحنا له المستشفى هناك في الازهر، لقينا محمد بينزف دمه والقناه هناك ما كناش لاقيين له مكان في قلب العنايه، قعدنا نعمل له التنفس الطبيعي دي بايدينا هناك. طبعا محمد كان عنده ضربة على الدماغ على الجمجمه هناك، شرخ في دماغه، وكان عنده نزيف داخلي من كتر الضربة على دماغه. ومحمد حالته كانت صعبة من كتر الضرب والإصابات اللي فيه جامدة فعلا، لأن بعد كده بنفرغ الكاميرات لقينا عربية ميكروباص وجاي ناس كتير اتلموا على محمد وضربوه هناك واتبهدلوه، وما كانش فيه هناك إلا محمد لوحده. ومحمد لما استنجد جه أخوه هناك مسكه محمد وأخوه ضربوه من الاتنين. وبنطلب بالقصاص العادل وبنطلب بحق محمد. احنا عايزين حق محمد. ده يبقى اخوكي؟ اخوك يعني اخويا الكبير. انا عايز حق محمد. انا عايز اسالك، هو كان بيعامل زوجته ازاي؟ كان بيعاملها احسن معامله، قسما بالله كان بيعاملها احسن معامله، بس هي اللي بنقدمه بطرانه على عيشتها، وعشان بطرانه على عيشتها هتشوف الذل من هنا ورايح، وهتعرف قيمه محمد. هتعرف قيمه محمد اللي كان بياكلها وبيشربها. يعني هو كان تعيس، يعني هو كان معيشها، يعني الحمد لله كان معيشها، قاعشه بدل وحدها لحد بيطلع ولا بينزل عليها، بتقوم من نوم الظهر ماشي. حماتها اللي هي ام خالتي كانت بتربي لها الحيوان على الجاهز، تاخده على الجاهز، الرز ده كانت بتاخده متنقع على الجاهز، لا بتشتغل ولا بيهنها، طلباتها مجابه، اكلها وشربها لاولادها مجابه. عايزه ايه؟
عايشه في شقه عايشه في شقه يجري فيها الحصان، عايزه احلى لبس لها ولعيالها، دروس لعيالها صف وشتا، بتقول لي هي من بقها بتقول لي دروسنا صف وشتا ما بتتقطعش، قسما بالله من بقها ليا من 15 يوم بتقول لي الدروس صف وشتا عندنا ما بتتقطعش. هي عايزه ايه؟ هي عملت في محمد ليه كده؟ هي عملت عمل فيها ايه؟ اهلها معلش راحوا شالوها، ايد مكسوره رجل مكسوره، لا ده بقت واقفه في الشباك بتزعق للناس وتقول لهم ما حدش ليه دعوه ما تتدخلوش، للجيران اللي بيزعقوا بيهوشوا فيه. او يلا يوم ما راح خدها وضرب محمد بالجنزير على دماغه فتح له دماغه، بقت تزعق للجيران، الجيران ذات نفسهم اللي بيقولوا، بقت واقفه في الشباك تقول ما حدش ليه دعوه ما تتدخلوش ما حدش ليه دعوه. ليه عملت في ايه ساره؟ محمد عمل في ايه في ساره؟ ذنب عياله ايه اللي يتمتهم دي دلوقتي؟ مصيرها ايه دلوقتي لما تبص كده في عياله وهي السبب في موت ابوهم؟ مصيرها ايه لما همسه كده وسما وهدير وياسين يقول لها يا ماما بابا فين؟ تقول لهم ايه؟ تقول لهم احنا اللي قتلناها انا وجدكم؟ ايه مصيرهم ايه دلوقتي ولاد اخويا دول؟ مصيرهم ايه؟ انا عايزه حق محمد. محمد قسما بالله ما حد بيقول على محمد كلمه وحشه. حنيه الدنيا في محمد اخويا، والله حنيه الدنيا في عمره ما زعلني، وقلبي وربي راضين عنك يا محمد والله العظيم، عمر محمد اخويا ما زعلني في حاجه وحنين علينا كلنا والله العظيم، حنيه الدنيا فيه ولا بتاع مشاكل، لو بتاع مشاكل من اول يوم ما كان من كل مشكله بقى يروح يتهجم عليه ويضربه في شقته وياخدها وينزل. محمد لو بتاع اي مشكله كان راح ضربه من يومها وما مسكتلوش، انما محمد قلب ابيض ما بيعرفش يزعل من حد، وتلف لفتها وتغضب وتروح شقتها وتعيا محمد يروح يتغدى حاضر ويروح يجري، معنى كده ان هو بني ادم اصلا قلب ابيض ما هوش قلب اسود ما بيعرفش يزعل من حد. انا اخته ببقى باكل في نفسي اقول دمت اللي كانوا ماسكين فيه وكانوا اللي مشاكلينه ايه اللي مودع عندهم، بس هو ما بيعرفش يزعل من حد. محمد قلب ابيض لا يعملوا فيه كده، بينه وبينهم طار، هو يعني خلاص داخلين عليه بالسكاكين وبتاع بالسكاكين ويشدوا في الخشب في الورش اللي جنبهم كمان مش مكفوهم السكاكين اللي في ايدهم، يجي 20 30 نفر في الكاميرات داخلين كل واحد ماسك له سكينه واللي ماسك له ساطور في ايدهم، هو لوحده اصلا، هو لوحده هو واخوه، خدوه غدر خدوه غدر، هو لا حول له ولا قوه. ليه 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 الخيانه دي؟ ليه ليه شافت معاه ايه؟ ده عايشه معاه بقى لها 9 سنين ما افتكرتلوش اي حاجه حلوه، ابوها اللي قتله واخواته اللي قتلوه ده ما كلش في بيتهم عيش وملح، ما افتكروش لمحمد اي حاجه حلوه خالص، ما كلش في بيتهم عيش وملح. ليه الغدر وليه الخيانه دي؟ طب كانوا ضربوه، بص ضربوه ضرب برحمه، كانوا سابوه عايش مش يموتوه لما يسيبوه في الارض، وبعد ما يخلصوا المشكله ورايحين يركبوا في العربيات واحد من اخواتها يجي يهز في برجليه ويشوفه عايش ولا لا وينزل في امه ضرب تاني، يعني بيتاكد وباين في الامارات، يعني جايين يموتوا محمد، جايين يموتوا محمد عايزين يخلصوا عليه برجليه. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ساره، حسبي الله وتتيتمي على ابوك وعلى اخواتك ويحرق قلبك زي ما انت حرقت قلبنا على اخونا، ماليش هطلب من ربنا غير ربنا يحرق قلبها على ابوها وعلى اخواتها زي ما هي يتمت عيال اخويا وحرقت قلبنا عليه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. احنا مش عايزين سجن، مش عايزين سجن، احنا عايزين موت. انا مش عايزه سجن لهم، لا انا عايزاهم يتعدموا ويموتوا زي ما اخويا مات. السجن ده اعدام واحد فيهم ده ما يكفنيش، ما يشفيش غليلي، ما يشفيش غليلي في موت اخويا. انا عايزاهم يتعدموا الثلاثه، ابوها واخواتها الاثنين يتعدموا، يتعدموا لان محمد ما عملش حاجه، محمد ما عملش حاجه، انا عايزاهم يتعدموا وحق اخويا يجري، اخويا اللي راح حضر اللي خدوه غدر، الناس الخاينه ولا لط الاصل اللي ما عندهمش ضمير، دمت ناس كفار، قسما بالله دول مش بني ادمين، دول كفار، كفار عايشين على الارض معانا، دمت لو بني ادمين وفالهم رحمه ما يعملوش كده في محمد ابدا، ما يعملوش كده في محمد، كانوا ضربوه، كانوا كسروا له ايده، كسروا له رجله ومشوا وسابوه، ومش يسيبوه كده، يسيبوه كده لما روحوا تطلع، يعني هم رايحين عايزين يموتوه، واخويا التاني فاتحين دماغه واخد يجي 23 غرزه، وواحده جارتهم اللي تحوش واحد منهم ماسك سيفه خلاص وهيدبه في بطنه، والتانيه جرت حافيه الست جارتهم وتقول له انت بتعمل ايه يا كفر انت هتموته. يعني الست هم كمان كانوا عايزين يموتوا، كانوا عايزين يموتوا رضا اخويا الصغير، جارتهم امبارح احنا كنا عند البيت هناك وبنصوت، الست جايه تجري بتقول انا مش قادره من امبارح، انا اعصابي تعبانه من امبارح من المناظر اللي انا شفتها، بتقول من المناظر اللي احنا شفناها لما حشت الراجل عنه كان هيدب السيف في بطنه، كان عايزين يقتلوا اخويا التاني كمان عايزين يحصرونا الاثنين عليهم،
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ده يموت ليه؟ ده يموت ليه؟ عمل ايه؟ اسم حرام. ما حل هو عسلي. هو فاهم ايه اسمه عسلي؟ هو عسلي. عمره ما ظلم حد. عمره ما عمل حاجه في حد. ليه يتعمل فيه كده؟ يتقتل ليه؟ ينظلم ليه دي؟ ينظلم ليه؟ وهو يتقتل ليه؟ واخوه ينظلم ليه وانضرب ليه؟ ليه يعملوا فيه كده؟ حرام عليك. حرام عليهم يظلموه. حرام عليهم على وشها ليه؟ خالته ست كبيره عندها 75 سنه يضربوها على بالليلام على وشها ليه؟ ابوها ضرب. ست كبيره عندها 75 سنه. يقول لها انا جايه اضربك. كان محمد لسه ما كانش في البيت. كان محمد لسه ما كانش موجود في البيت. راح لها الاول قال لها انا داخل عليك اضربك. قالت له اضربني. هتعمل ايه؟ ما هي ست قاعده الوحيد وبتقول ضربني بالقلام. بتقول لي انا لحد دلوقتي ضبطي بتوجعني. ست كبيره يتكتر عليها دوت اصلا مش راجل. دي لو راجل ما يضربش واحده ست كبيره يعني ويمشي. اتعدوا على خالته في الاول لحد ما هو اجى. اتعدوا عليه وراح جاب ولاده وجاب الليله كلها وجابوا السكاكين والسطاويق والسطور الحاجات اللي معاه وجم بقى خدوا محمد ورضا على اخوان. ومراته كانت فين الوقت ده؟ كانت في عندها عند ابوه. كانت عند ابوها. كان عند ابوها. وبعتهم هم تاني مره دي كانت عند ابوها. تاني مره كانت عند ابوها. لانها اما تهجموا على البيت مرتين. مره ضربوه بالجنزير وسابوه ومشوا وخدوه. تاني مره موجودوه. تاني مره بقى حسبي الله ونعم الوكيل فيه. محمد لو وقع محمد لو وقعش محمد هنا حبايبه كتير جدا. لو كان قال لاصحابه وحبايبه كانوا هم اللي ولعوا فيه. كانوا ولعوا فيهم هم هناك. لكن هم محمد ما قالش لحد. محمد قلبه ابيض. محمد ما رضاش يظلم حد معاه. محمد ما رضاش يقول لهم اصحابه كلهم اصحابه ولا نعرفش. ما نعرفش وما قالناش حاجه. ليه؟ لو قلنا كان هو هو ما جاش قاعد في هنا في كفر الغاب ليه معانا؟ هو عشان لو هو جبان كان قفل بيته وكان قاعد هنا. بس محمد مش جبان. قصدك ان هو ما كانش بيقول ان في مشاكل؟ ما كانش بيقول لحد. والله العظيم ما كان بيقول لحد. كان بيتحرك من المشاكل وكان بيخاف من المشاكل. وقال لها يومها يا ساره عايزه تروحي روحي ما تجيليش حد. انا مش عايز مشاكل. رنت على ابوها في الوقت وفي الحال واخواتها راحوا ضربوه بهدلوه ضربوه بالجنزير وخدوهم ويوم الجمعه راحوا موتوه. قال لها روح عايزه تروحي روحي. طب ليه؟ هي عايزه تروح ما تروح. واخدينها كويسه ايدها كويسه ورجلها كويسه واقفه كويسه. ما خدوهاش يعني على المستشفى على طول. عامل فيها ايه محمد؟ ليه الغباء اللي في قلوبهم ده؟ ليه؟ خلاص القيامه هتقوم. محمد مش وحش. محمد لو وحش بقول لك كان الناس كانوا هنا. قال لاصحابه وقال لاهله وقال لحبايبه وكانوا راحوا له. كانوا راحوا هناك كسروهم في بعضهم. انما هو ما قالش حاجه. حط في عبه وفي نفسه وخلاص وما رضاش يقول لحد. قصدك ان هو ما كانش بيشتكي؟ لا ما اشتكاش خالص. ما اشتكاش. ولما اخوه عرف بالصدفه كان بيقول له انت ما قلتليش ليه يا محمد؟ ما قلتليش ليه وانا كنت جيت معاك يا محمد؟ احنا قال له احنا هنحل الموضوع بالراحه. احنا هنعمل قعده رجاله وهنشوف مين اللي غلطان وخلاص. انا عايز يبقى لي الحق. ما اناش عايز ابقى مديون في حاجه. في حق. محمد مش وحش. محمد ما ظلمهمش. هم اللي ظلموا محمد. هم اللي خدوه على اخواننا. هم اللي وجعونا كلنا على وجعوا قلوبنا على محمد. يا حاجه قولي لي انت كنت بمثابه ام لمحمد وجارته من زمان. عمره ما اذى حد. عمره ما جاع على حد. عمره في حياته ما شتم حد ولا جاع على اي حد بحاجه وحش ولا عمره اذى اي حد في الدنيا. ولادي معايا اربع صبيان كانوا اخواته. كان مفيش فرق بينهم وبين بعض. وكنا كلنا عيلة واحدة. عمره ما ولاد العيال دي كلها البنات وكلنا عيلة واحدة. الأم الله يرحمها ما كانتش بتفرق بالأكل ولا الشرب ولا أولادي ولا أي حاجة. أروح شغل وهم يعني كنا عيلة واحدة. عيلة واحدة. ده هو محمد لو إذا حد الواحد يفتكر ويقول ده كذا. لكن عمره في حياته ما إذا حد. يجرى له كده ليه؟ يجرى له كده ليه؟ ما كانش عايزاه. ما كانت تقول له انا شو مصلحه سيبني. كان يربى اولاده وكان عايش. وكان لو عايزه الشقه كمان كانت تاخدي. وكانت تسيبه. كانت عايزه الشقه كانت تاخدي. وكانت تسيبه لاولاده ولاخواته. دولت ما لهمش حد دلوقتي. رضا ابوهم ابوهم اللي ربنا علمه. والله العظيم كان هو اخويا وامي وكل حاجه. وبعد امه والله العظيم امي متوفيه من 3 سنين ميته. كان هو كل حاجه بالنسبه لي. والله العظيم انا ما عاد ليا. وكانت ايه من ايام. انا ما عاد ليش حد. والله الام كانت ايه من ايام زي محمد كده وشكل محمد. اقول لك ايه ليه بيعملوا كده في محمد؟
لا بيأذوه، لو أذوه والله العظيم أقول ده ذنبه، لكن هو عمره ما أذى حد ولا جيرانه ولا أخواته ولا أي حد. حتى لو في مشاكل يا حاجة ما توصلش للأكل، ما كانش يوصل لكده، كانت طلبت الطلاق، كانت غارت، كانت راحت لداية تاخدي. بس تقتلوا تقتلوا ده هم تملوهم دلوقتي مين هي تتموت هي وابوه واخوه هم بصي ولادهم العيال مش هيسيبوه هيجيبوه احنا برضو عايزين العيال احنا عايزين العيال عايزين العيال يضربوا مع جدهم جدهم هيربوه ما تربوش معاه العيال فين دلوقتي العيال معاه ما نعرفش هي موديهم فين هي مخبيه العيال هي مخبيه العيال عندنا ومحدش شاف العيال احنا عايزين العيال قدامها يا ربي لكن إيه؟ لكن ان هم يفضلوا معاها وينزلهم ولا هي تقتلهم هي ما هن عليها جوزها مش هيهون عليها عيالها هيهونوا عليها هيهونوا عليها وهتقتل يبقى العيال عايزين احنا ما هنقدرش نستغنى عنها هي انسانه ظالمه دي انسانه ظالمه هي واهلها لان اهلها اللي هن عليهم ابوها واخواتها اللي هن عليهم كده ابو ولاد بنته ولاد بنته كده ابو ولاد بنته كده هان عليهم ان هم يموتوه يبقى هيموتوا ولاده هيموتون عليهم ولاده هيموتون عشان تشهر على واحد ما تتجوزوا ما عملوش خاطر ولاد بنته هنيتمهم ما قالوش هنيتم ولاد بنت ما عملوش خاطر ولاد بنته طفل لسه رضيع عنده 9 أشهر ليه يتموا عيل عنده 9 أشهر ليه عيل قدنا كده ليه يتموه اصغر طفل عنده 9 شهور اكبر عيله عندها 9 سنين يقتموها يا مولاي العيله لما تقول لها دلوقتي بيقونا فين هتقول لهم ايه هترد وتقول ايه هتقول لهم انا اهلي السبب في قتل ابوكم انا اخلكم دموت ابوكم هتقول لهم ابوه جدكم موت ابوكم هتقول لهم كده هي مش هتقول كده هي هتطلع نفسها وهتطلع نفسها على ايه على ايه منها لله حسبنا الله ونعم الوكيل انت تبقلوا ايه حسبنا الله ونعم الوكيل انا جارته هنا بس هو زي ابني بالظبط انا جرت بس انا بقى هو زي ابني بالظبط هم كلهم ولاد متربين معانا كلنا كلهم ربنا يخليه ويبارك يا رب هم جوز بنات وجوز صبيان ولادنا زيهم زي ولادي بالظبط انا جرت وهو طول عمره معانا هنا عمرنا ما سمعنا منه غلطه عمره ما مسك في ابني ولا في ابن غيري عمره ما عمل مشكله مع بنتي ولا بنت غيري انسان محترم لا يتعمل فيه كده ده حتى لو ظالمها وهي شايفاه ان هو ظالمها وعايزين يضربوه يضربوه ده يضربوه على رجليه مثلا يكسروا الايد لكن مش يموتوه مش يظلموه ويموتوه كده حرام يموتوه ليه عمل فيهم ايه حتى لو عمل حتى لو ضرب مين اللي ما بتتضربش مين اللي ما بتشتمش ليه هي ده قديه كان ملاك ماشي على الارض تبقى له ايه يعني كلنا اخواته جيران واخواته جيران واخواته جيران حتى لو في مشاكل ما توصلش للقتل اكيد طبعا كل في مشاكل زوجيه يا هي تضربه ما تموت زي ما هو مات هتقول لاولادها الاربعه ايه هتقول لهم انا اللي قتلت ابوك هتقفي قدام بنتك وتقول لها انا اللي قتلت ابوك والله رب تقول لها انا اللي قتلت ابوك هتقول لها كده ما تموت زي ما هو مات هو عمل ايه دنيته ما عملش حاجه بني ادم محترف سر وسند لينا كلنا احنا كلنا اخوات كان سرنا كلنا وكان سندنا كلنا عمره ما قال لي ادبه على حاجة عشنا عمرنا كلنا مع بعض تربيه واحيان تربيه واحد عمره ما غلط في حد عمرنا ما وقفنا لحد عمل لها ايه مين اللي ما بيشتكلش مع مراته ومين اللي ما بيشتكلش اكيد في مشاكل زوجيه في كل بيت ادالك الفلوس وقال لك روحي اعملي اكشفي على الولد ما كشفتيش عليه ليه كان بيجيب لك احلى حاجه كانت بتتفسحي هنا وتتفسحي هنا وكانت كلمتك ماشيه وكانت بتعملي كل حاجه وعلى فكره منحوزه كان بيجيب لك الاكل مطبوخ جاهز كان بيجيب لك الاكل مطبوخ جاهز عشان حضرتك تفضلي قاعده على السرير انت عايزه تروحي الكوافير الفلاني كان ياخدك يوديك ويقفلك قدامه كان بيعمل لك قهوه وحشه والدهب وكل حاجه لو شفت شعرك كانت عمك عبد الله كان في الشقه يوم ما ضربوه يوم ما راح المستشفى بقول لك انا لما خشيت اوضه النوم وشفت كميه المكياجات اللي على التسريح قسما بالله من فوق الراجل بقولت هي البنات ما ديت مش طبيعيه هي بتحط البلاء ده كله على وشها قسما بالله بقول انا جاي الزول لما ببص على الحاجات اللي على التسريحه بقول يا البنات دي متخلفه بواحده اقول لها حرام يا ساره واحده بس تقول لا انا ما اعرفش اصلا ادخل اشتري حاجه واحصل اصليه بنت الوزير ما كانتش تستكفى بعبايه ولا كانت تستكفى بطقم واحد يعني انا عايز اعرف دي ما كانتش اول حادثه لمحمد من اهل مراته لا جربوها قبل كده بتشكلوا على طول بس مش يعني خناقات مثلا بالايه كان محمد بقى بيقول لكم
ما احنا كنا بنعرف بس ما حدش. بس بعدين يعني بعد ما تخلص. بعد ما تخلص كنا بنعرف ان هو غضبانه وكلمت ابوها راح الشكل مع محمد وساره خدت عيالها وغضب. هما مستغلين ان محمد شاب طيب وغلبان ومالوش في المشاكل. هو كان في الجيش وامه متوفيه وابوه قاعد هنا عارفين ان محدش جنبه هناك محدش هيفش عنه مستضعفينه وهو عشان مش بتاع مشاكل وما بيروحش الشكل. طب ما هو كان عنده استعداد برضه يروح يفرج الناس عليهم هناك في العزبه عندهم عزبتهم زي ما بيروح كل شويه يفرجوا على الناس هناك عند بيته. بس هو عشان مش بتاع مشاكل ولا بيحب المشاكل. لو عايز مشاكل كان من اول مره اتهجم عليه في بيته كان راح الشكل معاه كان خلاص حضور. بس كان بيقول عشان خاطر ولادي عشان خاطر ولادي. هو مش عايز مشاكل هو راجل تعبان مش عايز. مش عايز ربنا في ولادها وما راعتش ربنا في جوزها عشان خاطر ولادها اللي تيتموا ده هم. حسبي الله فوضت امري اليك يا رب حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ساره مش هقول غير كده حسبي الله. ويحرق قلبك على ابوك وعلى اخواتك زي ما انت حرقت قلبك على اخوي. يحرق قلبك على ابوك وعلى اخواتك يا ساره. احنا عايزين هي الاساس زي ما عايزينه هي ما تطلعش لان هي لو طلعت زي ما عايزينه احنا هنموت زي ما زوه يتعذب زي ما موتوه يموت. ما احنا عايزين الا كده احنا عايزينهم يعدموه عايزين القصاص لمحمد يعني زي ما انتم شايفين متابعي موقع الجمهور من كل مكان حادث أليم مأساوي داخل محافظة دمياط. قمنا كلنا على مقتل الشاب محمد المشهور بعسلية. الحقيقة الناس كلها بتشكر فيه وبتشكر في أخلاقه وما كانش طبعا يستحق ان هو يموت الموتة البشعة دي على يد زوجته وعلى يد اخوات زوجته وابوها كمان مشترك معهم في الجريمة. وكمان في ناس مشتركة معهم مايش تابعة للعيلة وضربوه بشكل وحشي. يعني الاذى وصل بيهم والجبروت ان هم يطعنوه في المخ بسلاح ابيض. يعني كمية الغل كمية الحقد كأنه مش جوزها كأنه مش أبو عيالها الأربعة. محمد عنده 3 بنات وعنده ولد صغير 9 شهور. مين 9 شهور ولا 7؟ 7 شهور. يعني مين اللي هيربيه؟ مين اللي هيربي الأطفال دي؟ هنبقى نقول لأمك قتلت أبوك. ومين يعني مين اللي هيربي الأطفال دي؟ أطفال لا حول لها ولا قوة. أب لا حول له ولا قوة كان قاعد في شقته عادي تهجموا عليه. يعني العيلة كلها متهجمة على واحد وكمان كانوا عايزين يقتلوا أخوه الأصغر منه. وأخوه الأصغر منه الحقيقة مصاب أيضا بجرح قطعي في منطقة الرأس. وزي ما أنتوا شايفين أن أهله بيقولوا أن في 6 دفعت عن أخوه لأنهم برضو كانوا عايزين يطعنوه في منطقة البطن. زي ما أنتوا شايفين حادث مأساوي داخل محافظة دمياط. شاب ملوش أي يعني ذنب أن هو قتل غدرا على يد زوجته وعلى يد اخواتها. كمية الوحشية وكمية يعني عفوا وكمية الحقد اللي داخلها ان هي تعمل في زوجها كده. وزي ما انتم شفتم ان الكل بيتكلم على محمد ان هو سمعته وسيرته طيبة. زي ما انتم شايفين اهله بيطلبوا القصاص العادل. عايزينهم يتعدموا ابوها واخواتها الاثنين يتعدموا. ما يكفيناش شخص واحد وبلا اخويا. انا عايزه ابوها واخواتها الاثنين يتعدموا. اللي قتل اخويا وخده غدر يتعدموا. الثلاثه يتعدموا. ما يكفينا والله يا رب ما يكفينا شخص واحد فيهم بس يتعدم. انا عايزاهم الثلاثه يتعدموا عشان ماره تبرد على اخويا اللي خدوه غدر. اللي خدوه غدر هو لا حول له ولا قوه. استضعفوه هو واخوه لوحدهم. استضعفوهم واتكتروا عليهم بالسكاكين
الكتر عليهم بالسكاكين حسبي فوضت امر اليك. انت اخت محمد الوحيده؟ لا ليا هاجر بس هي تعبانه. هاجر بس هي انت وهاجر ومحمد ومين كان واخوه واخوه الصغير اللي كان معاه اللي ضربوه اللي هم ضربوه حسبي الله ونعم الوكيل. واخد 23 غرفه في دماغه ومتعور في ظهره من النهار فرقته من النهار وظهره متعور. كانوا عايزين كمان هو الشاعر بعسلية وهو كان عسلية والله هو كان عسلية والله هو الشاعر بعسلية وكان هو عسلية من من اللي عمله في الكيد هم عايزين في زي ما حرقوا قلب هدر عليا يتحرق قلب سارة على خاطر يا رب يا رب يا رب هي تنسى ما هو عايزين حق عسلية عايزين حقه احنا عايزين حق احنا ما بنطلبش يا جماعه اللي بحق محمد ليه كده ليه. دي الدفنه بتاعت محمد المشهور بعسليه ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب ويصبركم ان شاء الله حق محمد راجع ان شاء الله بنطلب يعني تطلبوا بالقصاص العادل لمحمد يعني زي ما انتم شايفين متابعي موقع الجمهور من كل مكان. دي كانت الحادثه الاليمه اللي حصلت داخل محافظه دمياط النهارده حادثه قتل محمد ربنا يصبرك يا حاجه. مين اللي عمره اتعمل فيك كده زي العيل ده ما يتعمل فيك كده؟ مش مبرر مش مبرر خالص اللي هم عملوه ده. لا يا اختي هي بتشتغل هي بتسرح تجيب يوميه يوقف في دكان بتبيع يوقف في صيدليه بتبيع بتشتغل عند دكتور ده واحده قاعده في بيتها ده واحده قاعده في بيتها لا بتسرح ولا بتروح ولا بتشتغل ولا بتعمل حاجه. امي اتعمل فيك كده ليه؟ دي صور محمد الساعه 3 ربنا يرحمه ربنا يرحمه ويصبركم يا رب يا قلبي وان شاء الله يعني شهيد بالجنه باذن الله يا حاجه يا رب. يعني حضرتك كنت بمثابه امي لمحمد تحتسبه شهيد عندك يا رب يا رب تحتسبه من الشهداء يا رب وتعوض شبابك خير في الجنه يا محمد ويزودك من نور الجنه ويعوضك خير يا رب يا رب يعوضه خير يا رب يا رب. هو ما شافش خير معاه يا رب ولا فرح معاه وكانت منكده على حياته يزوجه من حور الجنة يا رب ويسعده يا رب يا رب يسعدك يا محمد ويزوجك من حور الجنة يا حبيبه يا رب. زي ما انتم شايفين متابعي موقع الجمهور وكل مكان دي كانت اهل الضحية محمد الذي قتل غدرا على يد زوجته على يد زوجته زوجته والله يا سارة ربنا ريحه على حياته والله يا سارة ربنا ريح محمد منه والله يا سارة ربنا ريح محمد منه والله يا سارة ربنا اختار الخير لمحمد وريحه منك بس احنا عايزين القصص وعايزه حق اخويا بس انا مرتاحه ومطمنه على محمد ان هو ارتاح منك ومن قرفك اساسا والله محمد ارتاح منك وانت اللي هتندمي وانت اللي هتعرفي قيمه محمد يا ساره وكفايه عليكي كده لما تبصي طول عمرك كده لاولادك كده كفايه بصيتك كده ليهم وانت السبب في موت ابوهم انت وجدهم دي بس كفايه عليكي كده نظرتك لهم وانت اللي يتمت ابوهم بايديكي انت اللي يتمت جوزك انت اللي يتمت ولادك بايديكي انت دي كفايه بس عليكي كفايه كده احساسك كده طول عمرك بالبيوت من ولادك انت السبب في موت ابوهم حسبي فوضت امري لك يا رب. هتقول لهم انا اللي موت ابوهم يعني لما العيال كده يجوا يقولوا لها ابونا فين تقول لهم انا اللي موتهم تبقى وشها قالي ولادها ولادها بالله يكرهوك ولادها مش هيشوفوا خلقتي ولا عايزين يشوفوهم لان ابوهم ده كان روحه فيهم ده كان روحه فيهم عمره في حياته كان عايش عشان خاطر ولاده هدوء اكل شرب كل حاجه من فساتين من احلى فساتين في الدنيا فكرك ان هي عندها هدوم تاخدها تلبسها لاولادها لا لا طخ وش يجيب لها لا طخ وش يجيب لها احلى هدوم طب دي جزاؤه تموته 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 ليه؟ طب ما تسيبه لاولاده عايز تطلق مكان اتطلقت وسابته وسابته لاولاده واخواته اللي محتاجينه ده جوز بنات جوز بنات مالهمش الا ربنا وامه وابوهم اهو ابوهم يعني اقول لك ايه راجل كبير وهابط يعني اقول لك ايه محتاج اللي يجري عليه ما يقدرش يشتغل محتاج اللي يجري عليه ما يقدرش يعمل اي حاجه وقعت يعني هو ابوهم ما يقدرش يعمل حاجه ما يشتغل يشتغل في ايه بيني وبينك كل يوم عيان والله كل يوم عيان وكل يوم بيروح لدكتور يعني عايز حد يجري عليه وهو اللي كان بيجري عليه ربنا يرحمه يا حاجه ويغفر له يعني هو اللي كان بيجري عليه يعني باذن الله في الجنه المقتول شهيد
المقتول شهيد بإذن الله في الجنة وربنا يرحمه ويصبركم يا رب ليوم اللقاء. دي كانت حادثة الشاب محمد من دمياط الذي قتل غدرا على يد زوجته وأشقاء زوجته. وكانت معكم متابعي موقع الجمهور من كل مكان شيماء الفراعي من داخل محافظة دمياط.